أحد الشباب طلب الأبيات هذه مقدمة أقراها وإن شاء الله في خدمتكم. مجلس الزهراء هو الشرف مجلس الزهراء هو الشرف وبه الأنوار تنكشف خطوة العشاق سائرة خطوة العشاق سائرة نحوه تمشي ولا تقف وأنا والقلب يرتجف أنا خادم أنا خادم أنا خادم أنا خادم أسعى لسيدتي الزهراء أنا خادم أنا خادم أسعى لسيدتي فرضاها عندي الهدف تجزي العمر ساعة تبد ما يطول العمر ساعة تبد ما يطول تجزي الصراط بهالعمل يا صاح اسمع حج علي هذا البيت يقول يقول الصراط بهالعمل يا صاح تجزيه الخدم هالليلة هي الزهرة والله والله الخدم هالليلة هي الزهرة تجزيه اشحد هالنار تاب الجعفرية يقول تجزيه والله العمر العمر ساعة تبد ما يطول تجزيه الصراط بهالعمل يا صاح والله تجزيه الخدم هالليلة هي الزهرة الليلة ليلة أجرها عيالك يلي حضرت في المهتم والله والله الخدم هالليلة الخدم هالليلة هي الزهرة تجزيه اشحد هالنار جاد الجعفري صلاة الله يقول بغيابك تولوني الزهرة تحكي الليلة
وإن شاء الله أريد منك الجواب والمشاركة، وخلي يسجل اسمك الليلة في سجل المعزين لفاطمة. بديابك تولوني وبيابة نبظلموني، يا المختار بي الصار يا أبويا يا أبويا ما أحمون الأشرار. إن شاء الله كلكم تلاميذ مدرسة الحسين، وهذه الحسينيات هي حوزة علمية لكم إن شاء الله، وكلكم تلاميذ هذه الحوزة. بغيابك تولوني وبيابك بظلموني، بغيابك تولوني وبيابك بظلموني. اسمع يا المختار بي الصار يا أبويا يا أبويا ما رحمون الأشرار، يا أبويا يا أبويا بغيابك بغيابك تولوني ولا وبيابك بظلموني. اللي عنده حاجة هالليلة خليه وياي. بغيابك المختار بي الصار يا أبويا يا أبويا ما رحمون يا أبويا يا أبويا يا أبويا ما بعد مرة جاوبني. بغيابك تولوني بدو أروح لك المختار يا المختار بيشار. بعد مرة يا المختار يا المختار بيشار يا أبويا يا أبويا يا أبويا ما رحمون الأشرار. بدوة يا أبويا يحبني كل من يحبها ويلي هذيني يا رسول الله. هل يسمع العالم ما تشمت قليت عني فاطم سام رتشني. يحبني كل من يحبها ويلي هذيني، وكانوا كلهم يسمعون يمه من تناديني يا ابويا واشوف انك تصافحني وتماسيني وكل وقت تقصد داري وتتمشدي على اخباري وكل وقت تقصد داري وتتمشد وتتمشد والاخبار في الصح. يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا ما رحمون بدوى يا ابويا يا ابويا بغيابك تولوني. بغيابك تولوني وبيادني وبيادني يا المختار يا
اي والله يا بويا خادم الى خادم الحسين السيد سعيد الصافي ما شمك قليت عني فاطم ثامرة تشنيني يحبني كل من يحبها ويلي عبيدها يا ديني او كانوا كلهم يسمعون يوم فنك يا ابويا ويشوفونك تصافحني او تماسيني او كل وقت تقصد داري وتتنشد على اخباري اي والله وكل وقت تتنشد والأخبار والأخبار بيش والأخبار والأخبار بيش يا بويا يا بويا يا بويا ما رحمن الله اي والله يا بويا بغيابك تولوني يوم قلت هاي الناس دليلي عدكم ودعة هذه شلوتي بدنياي هذه فاطمة الضبعة يا بويا وبيش جازوني بونة قلبي وين دمعة ما رعوا ستر حجابي ولما وحقب يا بابي الله الله ما رعوا ستر الله 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 ولما وشبت نار يا الموت اي والله شبت الله الله الموت يا بويا يا بويا يا بويا ما رحمك الله الله يا بويا تشفع لك الزهره ان شاء الله دنيا بكت ولوني دنيا الله أكبر يا بويا يا بويا
نقول بشلون وفاتنا على احجاب ذرة رحم ما عدهم وانقلبوا علينا ثياب بويا وحيد شحجيلك انا بويا وحيد شحجيلك عن قصيتي شارويلك ما بالدار به الصعب بالدار بابل يا صار بيش يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا ما رحموني بغيابك بغيابك ولاني والله دفعوا علي الباب يا رسول الله لو جنت كان يصير بيك مولاي تقول يا ريتك جنت موجود من دفعوا علي الباب حسروني على الحياة ضلعي والدليل مصاب وما قالوا نطب شلون وفاطم ما عليه جايب ذرة رحم ما عدوهم وانقلبوا علينا ثياب بويا وحريق شاحتينا لا اله الا الله بويا وحيرت شاحتيلك وعن قصيتي شارويلك باب الدار بيش باب الدار باب تولوني بغيابك تولوني بغيابك الله أكبر بغيابك تولوني وبيادك يا المختار والأكلب علي وصعب من الضلع والعصر بعيون علي شفته يا بويا مجنف بصبره يا رسول الله والأكلب علي وصعب من الضلع والكسرة بعيوني علي شفته يا بويا مكتب بصبره حماي الحمل معروف سلم للصبور أمره للمعروف
المسجد مش وياه وعيني والله والله وعين الشام تتنظر وعين الشام تتنظر يا ابو يمين صديته بحرقه قلب ناديته يا ابو يمين صديته بحرقه قلب ناديته يا كرار بيش يا كرار يا كرار بيش يا بويا يا بويا يا بويا ما رحمه بغيابك تولوني بغيابك بدوا روح دمعتك يا شاب وبلا خادم لخدمة الحسين أيضاً والأكل علي وصعب من الضلع والعصرية بعيوني علي شفته يا بويا مكتف بصبرة حماي الحمل معروف لأن فاطمة كانت تعرف المعرفة أمير المؤمنين وأمير المؤمنين كان يعرف فاطمة حق المعرفة لذلك ابدول حماي الحمل معروف سلم للصبر أمر للمسجد مش وياهم للمسجد مش وياهم وعين الشام تتنظر يا بويا من صديته بحرقه قلب ناديته يا بويا من صديته بحرقه قلب بحرقه قلب يا كرار يا كرار بيش ايش فعلك علي يا كرار ايه بيش يا بويا يا بويا يا بويا ما رحمان بغيابك بغيابك ايه وبيادني بويا بيادني الله أكبر وبيعذبك يا المختار يا والله يا المختار يا أبويا يا أبويا ما رحمنا الأشرار الله الله يا أبويا للمسجد تبعته وكان يجرع للوجه دمعي أنا فاطمة للمسجد تبعته وكان يجرع للوجه دمعي مصيبة حاضر علي والله أقلب من كسر ضلعي مصيبة حيدر عليها
اكلب من كسر ضلعي خلوا عن ابن عمي ورحموا حالتي ووضعي راسي لاكشف امه وعليكم يا خلق ادعي واهل الغدر شتموني لا اله الا الله شلون تجرأوا على فاطمة هذه فاطمة اللي رسول الله كان يأتي على باب فاطمة ويقبل يد فاطمة تقول وهلي الغدر شتموني وعلى الوجه سيطروني وأهل الغدر شتموني وعلى الوجه سطراني وحالي انهار بيش صاحبي حالي انهار بيش يا بويا يا بويا يا بويا ما رحموني بغيابك بغيابك أمك فاطمة وأنت صاحب المأتم أرجو المعذرة منك سيدي يا صاحب الزمان تقول فاطمة لو ما ينكسر ضلعي ما هشمون روح سين لا إله إلا الله لو ما ينكسر ضلعي ما هشمون روح سين ولو ما ينجتب حيدار ما تشاقط عول كفين لو ما ينكسر ضلعي ما اش موضوع سين ولو ما ينجتب حيدار تشاقط عول كفين زينب ما بتشوف العين تارح للسقيم بتريد من وقعة بدر وحنين بثار الليبي يطيل بونا عقل الويلة يبرضونا بثار الليبي عيدة عيدة خادم
والله والله الى خادم الحسين سيد سعيد الصافي لو ما ينكسر ضلعي فاطمة تشرح لك المأساة اقولها سيدتي المأساة لهذا اليوم موجودة مولاتي لو ما ينكسر ضلعي ما هش ما وضلو احسن او لو ما ينكسر من وقعت بدر وحنيان ابتال الذي يطلبونه عبدي الويلة يبغضونه يقول يا علي انا وانت ابا وهذه الامة يا ناس امنا فاطمة ابتال الذي يطلبونه العقد الويلة يبغضونه وحامي الجار بيشار حامي الجار بيشار يا بويا يا بويا يا ان شاء الله محسوبة على فاطمة جيتك هذي يا بويا بغيابك تولوني مصيبة فاطمة للحسين ومصيبة فاطمة للإمام الحسن وقرأت مصيبة الفاطمة على لسان زينب ولزينب ولكن اكو واحد ها اسمه قمر بني هاشم باب الحوائج اخر لحظات حياته صح اخي ادرك اخاك ليش لأنه رأى رأسه في حجر فاطمة قالت ولدي عبا أقول كفاياك يا راعي الجوف حاضرك وصل صوتك الحرم باب الحوائج وانت اللي مقدم لي رسالة ها كاتب ادعيني ها وعنده مريض وهذاك عنده طفل مريض وما ادري ها حوائج اتوجه لمفاضل وشفاء المرضى اريده بهالبيت هذا اقول لك كفاياك يا راعي الجود هذا الاسم ها واروح لك يا راعي الجود فالدهر يبني بآم كفا تقول الكسر ضلع الكسر عنها تقول فاطمة الكسر ضلع قطع عنها من يوم السقيفة والله والله الكسر ضلع كفايا يا
كل طف عينك سطر عين الزكية. الله يا طف عينك في طف عينك